ذاتي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. كما جرت العاده انني كل مره نتقاسم معكم حاجه. واليوم ان شاء الله مشيت للمدينه. الصراحه ما صورتش، ما ديتش معايا التليفون اللي نصور به، اللي عندي فيه زعما الكاباسيتي ديال لا ميموار. ديت غير واحد التليفون ديال الخدمه، ما كنحتاجش فيه لا ميموار الصراحه، كنحتاج فيه غير الهضره، يعني كنديه معايا فين ما مشيت باش الا احتاجت نعيط لشي حد ولا كيكون عندي ديجا الهضره. وفاتكم واحد التسويقه واحد البلاصه الصراحه عاد عمروها بحوايج ديال 5 دراهم. واعر 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 داكشي. ما كرهتش كنت ديت معايا التليفون، ولكن انا ان شاء الله راني ناويه غادي نرجع اليوم. ما كنتش كاع ناويه باش غادي نشري شي حاجه زعما هكا ديال 5 دراهم ولا بلاستيك ولا اي حاجه. المهم ما كنتش ناويه، انا مشيت باش نشري غير وليداتي واحد التريكويات وشي سراول باش هكا يحضروا العرس ديال بنت عمتهم. هاد المنبر هذا كنقول لها الله يسخر لك، الله يسهل عليك، يفرحك ان شاء الله انتي وراجلك، ويسر لكل واحد كل وحده وواحد باغيين هكا الحلال، الله يسر لهم ويسهل عليهم. غادي نتقاسم معكم ان شاء الله الحويجات اللي شريت ديال 5 دراهم. وندمت حيت ما كنتش دايره معايا الفلوس اللي ديتها، يعني شريت بها حويجات ولادي. وندمت عاتاني اللي ما ديتش معايا البورطابل، ما سنيت كون زعما ديت معايا البورطابل غير نصور لكم. المهم المحل راه معروف بزاف بالنسبه للناس اللي كيسكنوا جهه رجف الله وفيها النصار والتنيس. راه طوبيس واحد كيدي لتما، هو في نفس المحطه التاليه تيرمينوس ديال المدينه، تما كيحط طوبيس. راه اون فاصلي هذاك المحل اللي ديجا كيبيع هكا الحويجات، كل مره كيعمر حاجه، ولكن هذه المره عمر شي حويجات فنين فنين الصراحه، رائعين رائعين ب5 دراهم. الحاجه اللي يعني فكرتي فيها كتلقايها تمايا ب5 دراهم، حويجات جداد، يعني ماشي حويجات لي متداوله كنا كنشوفوهم ديجا ديال 5 دراهم. حويجات من داك الشر رفيع، يعني ما عرفتش واش ديال تركيا ولا ديال الشينوا ولا، المهم حويجات من داك الشر رفيع. غادي نتقاسم معكم ان شاء الله قبل ما هكا نبداو نطيبو الدجاجات ديالنا. وهانتوما معايا في هذا الروتين ديالي اليوم، ونقدر نشارك معكم حتى الحويجات اللي شريت لوليداتي. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ديما كنقول لكم دعموا اختكم الوجديه، ديروا جيم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وروحوا شوفوا معايا هذه الحويجات اللي شريت. المهم اول حاجه هذه المره اللي فاتت كنت جبت الخبز ديال الساندويتش، وجبت الخبز ديال الباني. هذه المره جبت هذا الخبز هذا ديال الهامبرغر. صراحه حتى هو كيهني زعما شحال من مره كتبغي ديري الهامبرغر وكتعكزي على هذه العجينه، راها زوينه وفيها لاداس، فيها لاداس يعني لاداس بعيده. وعاد باقيين طريين وجداد، انا غادي نديرهم في الكونجيلاتور حتى الوقيته اللي نحتاجهم، وغادي نخرجهم باش هكا نطيبهم لوليداتي. اصلا الاولاد هما اللي صراحه كيطلبوهم لي بزاف. شريت هاد البابي كويسون، مول فا كنشريه ب10 دراهم ولا 7 دراهم، لا ما عقلت، راه مديرين له غير 5 دراهم. بابي كويسون جاي في هاد لا كولور هادي، وكاين الابيض. هاد المرة ديت هذا، يعني تحتاجيه بالنسبة الى درتي المهم الطاوات ديالك كاملين باش ما تبقايش تدهني. وهذا عملي وفيه واحد لا كونتيتي يعني كبيرة، تقدري تستعمليه مدة طويلة. هذا غير لولدي الصغير شريت له هاد الكتيب هذا يلون فيه، حتى هو ب5 دراهم. وكاين حتى البنيات دايرينهم هنايا الحويجات ديال البنات، يعني شفت هكا حويجات ديال البنات لداخل. المهم بالنسبه للدراري الصغار راه كاينين تما هادو ب5 دراهم. الا جيتي تحسبي غير هادو راه ما يمكنش يكونوا ب5 دراهم، غير هاد الاقلام ملونه. يعني هنايا راه كيوفرتي شحال من حاجه، يعني ولدي ديما كيضيع هاد الاقلام، وشي مرات ما كنلقالوش شي لون. هاد المره جبت له هادو، ومن هاي يتعلم يلون. هيا مون كولورياج كيتعلموا هاد الدراري الصغار هكا يلونوا. عجبني بزاف، جبت غير الصغير حيت الكبير طبعا ما غاديش يلون، راه بحال يحفظ حفاظتو. هادو اللي حمصوني الصراحه وعجبوني بزاف البنات، ما عرفتش واش راه يبان لكم. غادي نطلع شويه، ما عرفتش واش راه يبان لكم. المهم هادو ها هما جايين غزالين، حتى هما ب5 دراهم. جبت 3 وغادي ان شاء الله من نعلقهم غادي نشاركهم معكم. ها هما وريضات زوينين، غير عندي الفكره انني غادي نعلقهم بهذا الشكل هذا، يعني يكونوا مخالفين ما يكونوش في نيفو واحد، غادي يكونوا بحال هذا الشكل هذا.
مي غادي نعلقهم في هذا الكولوار هذا ديال الدخله ديال الدار، ان شاء الله غادي نشاركهم معكم باش تقولوا لي كي جاوا. 5 دراهم راهم رخاص، ماشي غاليين بزاف، وتقدري تجيبيهم دابا بحال مثلا ديري هادو هاد المره ومن بعد عاوتاني تبدلي، حيت ما غاديش يبقى فيك الحال الا شريتيهم رخاص ومن بعد شري حاجه عاوتاني وبدلي. كل مره ديري ديكور للدار. هادو كانوا كيديروا البنات شي 7 دراهم ولا 10 دراهم على ما اظن، وهاد المره لقيتهم 5 دراهم ديال الثلاجه. راهم كاتبين هنايا انقره بلاستيك، على ما اظن تركيا هي اللي راها دافعه هاد السلعه ودافعه. المهم داكشي زوين البنات، تمنيت كاع البنات وجده يمشيو لتما يشوفوا. المهم غير ديو معاكم الفلوس، حيت 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم راه تنقملك يعني تزينا الفلوس كما كيقولوا. هادو ب5 دراهم، كل مره غادي نبقى نشري جوج جوج جوج، المهم حتى نعمر الثلاجه ديالي. عمليين وزوينين يعني كترونجي فيهم اي حاجه في الثلاجه. وشريت هذا حتى هو ب5 دراهم، راه زوين فيه الريحه غزاله، راه شميتو تما. كاينين بزاف ديال لي زاغوم، تقدروا تختاروا اي حاجه تناسبكم. مزيان بالنسبه للدار هكا، يعني تبقاي ترمي هكا شويه في الفراش ولا فوق السدادر، المهم ما تكثروش من حيت راه الريحه ديالو قاطعه. غير هكا نقيطه ولا جوج كتخلي لك الدار فيها واحد الريحه زوينه. هذا ب5 دراهم زعما الصراحه مزيان، اللي شفتو راه ديما كنقلب عليه وما كنلقاهش. وهذه طبعا ماشي 5 دراهم هذه شريتها ب25 درهم، هكا قصريه ندير فيها الطعام. نقدر نعجن فيها شي عجينه صغيره زوينه وثقيله تبارك الله، واحد الطين زوين حتى هاد الطين دفع بزاف اليوم. واختاريت هذه شويه كبيره، كاين اللي كدير 15 درهم، كاين اللي كاين اللي 20، وكاين اللي 25. هذه هي 25. بالنسبه لحويجات وليداتي غادي نفوت باش نوريكم. قبل ما نتقاسم معكم حويجات وليداتي البنات، انا قبل ما نخرج للمدينه كنت غسلت الدجاج كما كتلاحظوا، غسلته مزيان، قلعت له داك الشحمه اللي كتكون هكا من جد الصدار، نقيته مزيان راه كاع تبارك الله كامل، راكو كتعرفوا تنقيو الدجاج. ومهم غسلته بالحامض والملحه مزيان مزيان. بالنسبه للشرموله المهم راه باينه، ومهم انا غادي نتقاسم معكم طريقتي، والا كانت عندكم شي ملاحظه خليوها لي في الكومونتير. المهم درت قزبر ومعدنوس واحد شويه ديال الملحه ما كثرش، مع راه ديجا كان الدجاج مرقد في الملحه والليم. واحد لوب ديال حامضه مصيره، شويه ديال سكينجبير والفلفل الاسود وشويه ديال الخرقوم. انا كنضيف حتى شويه ديال الفلفل الاحمر، راه ما بغيتش نوريه لكم هنايا، خصتي لا تقولوا لي علاش. المهم انا كنبغي المريقه شويه حمراء. هذاك الهريسه ضفت واحد المعلقه صغيره، راه ما كتجيبش المريقه حاره، كتجي بالعكس كتجي زوينه. صيد ضفت واحد البصيله صغيره وجوج فصوص ديال الثوم يكونوا شويه كبار. وراني ندخل دابا هذاك الشرموله كامله في الدجاج. هنايا جبت الفورشيط وراني نثقب الصدر ديال الدجاج باش يدخل فيها هذاك الشرموله. غادي كاع الدجاجات ندير لهم نفس الطريقه ونخليهم نغطيهم. وخليتهم هكا وخرجت للمدينه. المهم داك جوج سوايع ولا ثلاثه راه كانت كافيه ان هاد الدجاجات يتشربوا داك الشرموله، الصراحه كيجيو زوينين من كتخليهم واحد المده هكا. وحتى الصدر كيجي طري، كيجي طري بزاف. المهم الدجاجات راه جبتهم البارح الصراحه وغسلتهم ونقيتهم. من الاحسن ان الدجاج كوني جبتيه بليله قبل، كما كتعرفوا ان الدجاج ديال نهارو الصدر كيبقى عاصي ما كيطيبش مزيان، حتى هذاك الجنيوحات والكبده والعنيقات حتى هما رميتهم تما، المهم هما يتشربوا داك لقامه. وهذا مكان البنات. انا طريقتي صراحه سهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. كندير الدجاج وما نديرش الزيت في الاول، كندير عليها غير داك الماء ديالو، كنخليه يطيب شويه. وديما المغلقه ديال الطنجره ما كنسدهاش باش ما يتفرقعوش الدجاجات. هنايا خليتهم تقريبا واحد 4 ساعه ولا 20 دقيقه، عاد ضفت لهم واحد الكيلو ديال البصله هكا مشلضه، وزدت عاد الزيت. زيت درت زيت الروميه العاديه، يعني زيت ديال المائده هي اللي كثرت بزاف، وزيت الزيتون درت شويه يعني غير شويه باش تنسم لي وصافي. مره مره نضرب عليهم طليله
المهم غير نهزز الطنجره يعني ما نحركهمش. وهنايا ضفت لهم واحد نص كاس ديال الليم معسر، وغادي نخلي ديما الطنجره ديالي مفتوحه. شوفوا الطريقه البنات، غير كنهزز باش ماما داك السطر ما يلصقش، والحقيقه راه لصق واخا هكاك، ولكن كما كتلاحظوا هما محمرين غير بوحدهم يعني قبل ما ندخلهم للفران. هنا داك الكبيدات اللي خرجت ولساتني قطعتهم ورميتهم في طنجره باش داك البصيله هكا تغمر وتجي عاقده. قلت لكم الطريقه ديالي سهله، انا ما كنكثرش بزاف الماعن بالنسبه للمسائل اللي كندهن بهم الدجاج باش ندخلهم للفران. عندي شويه ديال الهريسه، شويه ديال الموطارد، والزبده طبعا، وكندخلهم للفران نخليهم يتحمروا على خاطرهم. ودابا غادي نمر باش نشارك معكم السلطه ديال الجارديني، كتجي زوينه وصراحه صحيه. انا الوالده كتبغي هاد السلطه علاش وجدتها. هنايا درت الرز مع الطون، نقصت شويه لولادي الطون، غادي محيت هاد جوج قوابس ديال الطون لقيت كل وحده وماركه، يعني على داكشي نقصت شويه منها وشويه منها. المهم حتى ولادي درت لهم، هما ما كيبغيوش المايس معاه، خليت لهم غير بوحدو، ندير لهم غير مايونيز معاه وشويه ديال الزيت. الخضيره ديالي في هاد الاثناء راني درتها تفور، البطاطا، شويه ديال اللوبيا شعره، شويه ديال القرعه، كورجيت، شويه ديال الجلبانه، شويه ديال الخيزو، زروديه، ايوا المهم كاع الخضيره تقريبا درتها هنايا. كما كتعرفوا احنا قليل الصراحه فاش كناكلوا الخضره، يعني ما خا كطيبيها الاولاد ما كياكلوها ليش. اللي صوطيتو هكا مع شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال المعدنوس، عطريه هكا غير خفيفه، فلفل اسود ومليحه، حيت من مشيت نشوف لقيت المليحه ناقصه. هادشي اللي كاين. بالنسبه هنا درت بودره الثوم، تقدروا ديروه في الصوص ديال الثوم. بالنسبه للبنات اللي بغيوها يديروها سلطه بارده، انا المهم حيت راها شويه دابا الدعوه شويه بارده، قلت زعما نديرهم هكا خضيره صوتي هكا كتجي زوينه وكتجي بنينه هكا ملي كتجي مقومه وكلش. المهم الاهم هادشي كامل ان العائله ديما خصها تجمع، يعني الوالدين خصوصا، ديما حنايا انا وخوتي ديما عندنا هاد القاعده هادي، مره كيجيو عندي مره كنمشي عندهم، تقريبا مره في الشهر كاع الا تعطلنا. انسان يصل الرحم ويجتمع مع والديه، خصوصا ان هاد الوقت هذا اللي عايشين فيه ما فيهش الصراحه البركه والحمد لله. بالنسبه للسلطه ديال الجارديني هي هذه البنات، انا حاولت انني نزينها بطريقه ديالي، قولوا لي من بعد في الكومنتار كيفاش جاتكم. الدجاجه ديالي تحمروا، درت معهم سلطه يعني ديال الخس، وهنايا هذاك المريقه كما كتلاحظوا معايا، شوفوا كيفاش جات مدغمره، جات عاقده، ورميت عليهم الزيتون الاحمر. المهم في العشاوات ولا الملام يجتمع ما يكلفش على راسو غير اللي كان متوفر، المخا غير الحريره. انا الصراحه هذه هي الفكره اللي عندي، المهم الانسان يجتمع مع العائله ويصل الرحم. بالنسبه للحويجات ديال الدراري كما قلت لكم، شريت لهم التريكويات هادو، راهم دابا راهم كاينين بزاف، راهم اشكال والوان. صراحه انا عزيز عليا اللوينات هادو، قال لي ب 12000 هذا الكبير، والصغير قال لي 9000. ها هما، هذا جاي لمارك نايك والاخرى اديداس. انا كنبغي نلبس لولادي اللوينات، ما عرفتش واش نتوما بحالي. ها هو هذا كرونا سراول، واحد جبت له في هذا اللون هذا، واحد جبت له في هذا اللون. المهم راهم تقريبا غير كيف كيف، موديل واحد. شنو هي الكبير تبارك الله ولا كيلبس لاطاي شويه كبيره، يعني ولاو كيحسبوا لي شويه غالي على موالف، يعني ماشي كيما د
دابا بحال الصغير ولاو كيحسبوا له الثمن والكبير ولاو كيحسبوا له الثمن. قبل كنت كنشري لهم نفس الثمن، السراول نفس الثمن والتريكويات نفس الثمن، هاد المره لا. وبالنسبه لهادو انا لقيتهم غير اكلام، راهم كيديروا ب 50 درهم ها هما. السراول ما قلت لكمش الثمن ديالهم، هذا الصغير شريته ب 10000 100 درهم، وهذا ب 12000 120 درهم. هادو لقيتهم ريكلام كما قلت لكم 50 درهم، هادو يقراو فيهم وصافي. فهاد لقيتها شويه بارد الحال، والكبير جبت له في هاد لا كولور عندي جايه مدفدفين صراحه وسخونين. هادشي اللي كاين بالنسبه للنهار ديال النهار اللي يمشي مع باباهم يعني فين كيديروا الطلبه الرجال، يكونوا لابسين هاد الكسيوه. وان شاء الله غادي نلبس لهم هاد السراول ديال لاطوال، هذا واحد عنده في البيج، واحد عنده في هاد لا كولور بوردو. وغادي ندير لهم معاهم دي شوميز، صراحه لي شوميز باقيين عندهم جداد واحد لي شوميز غير هما غادي نسلك لهم بهم. لي شوميز زعما جايين ديال العراسات، خصني يمكن نشوف هنايا يعني ماشي هنا، انا ولفت نشوف هنا هاد المره مين قلبت عندي الكاميرا تلفت. ايوا هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان شاء الله ان هاد المشتريات يكونوا نال الاعجاب ديالكم. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نتلاقاكم في فيديو جديد، الى اللقاء.